إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن استخدام السلاح النووي والكيميائي وأمثالها ذنب كبير لا يغتفر. ونحن رفعنا شعار شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بهذا الشعار. وهذا لا يعني طبعا عدم ممارسة حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وإنتاج الوقود الذري. فالأغراض السلمية لهذه الطاقة حق لجميع البلدان استنادا إلى القوانين الدولية، وجميع البلدان بأجمعها لها أن تستفيد من هذه الطاقة السلمية في المجالات الحياتية الحيوية المتنوعة للبلدان والشعوب، وأن لا تكون تابعة لغيرها في ممارسة هذا الحق. إن بضع دول غربية تمتلك هي السلاح النووي المحظور وتريد في الوقت نفسه أن تحتكر إنتاج الوقود النووي.